اهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات ومساء الانوار في حلقه جديده من غني لي شويه اللي بتشاركوا فيها معنا باتصالاتكم الجميله. نستقبلوا مع بعضنا اقتراحاتكم واسئلتكم. ضيفنا اليوم بدا مشواره الفني منذ طفولته، عراقي كنداني، حقق نجاح كبير جدا في العراق باغنيه السعد. ملحن، مطرب ومهندس صوت. وربما سنكتشف مع بعضنا اليوم مرة أخرى ضيفنا اليوم. أهلا وسهلا بك مازن. أهلا وسهلا ست صفاء، خليك ترحب بجمهورك بطريقتك. أريد أحب أن أحيي أول شيء شبكتكم التلفزيونية والكادر فيها على هذا العمل الحلو المتواصل وهو لايف، أن نشوف جمهورنا وجماله في اللايف. هذا أهم شيء. شكرا ماجد. نحب كيف كيف نرحبوا بالفرقه اللي معك، هي ترافقت يعني في اغلب الحفلات صحيح؟ بالضبط. معك المايسترو صلاح ناطور، اهلا وسهلا بك صالح. معنا داني ابراهيم صغير، اهلا وسهلا. دلاور اهلا وسهلا بك. استاذ جان ابراهيم، على فكره الاثنين اخوات يعني من عائله فنيه ما شاء الله، اهلا وسهلا بك. محظوظ فنان ومعك فنانين مع عائله فنيه. بارك الله فيهم، مو بس فنانين، اصدقاء ايضا. ممكن تعرفنا عليهم اكثر؟ فين خدمت معاهم قبل؟ كيفاش يشاركوا في الحفله؟ اي طبعا احنا على طول مع بعضنا بالحفلات ومنسجم هوايه يعني. يعني اهميه الفرقه بالنسبه للمطرب كبير كيفك انت؟ كلش كبيره، كلش مهمه. لان اهم شيء الشغل يكون محفوظ على طول، حتى ما يصير اي ارتباك او اي مفاجات على المسرح. شغل كله محفوظ على طول بروفيشنالي. هذا جميله قصه المفاجات. يعني اكيد صاروا لك مفاجات قبل على المسرح. العفو، يعني اكيد صاروا لك مفاجات على المسرح. طبعا طبعا طبعا، كثير مفاجات على المسرح. احكي لنا واحده. منين ابدي؟ منين ابدي لك؟ واحده يلا، مش مشكل، خليك نعطيك الوقت على ما تكون فكرت. واحده نسالك على المدرسه الموسيقيه لماجد كاكا. أنا من صغري لا إراديا كنت أغني، بعد ما شوية كبرت والدتي قالت لي كنت تغني لما ضربك على إيدك بس كافي. بعدين اهتميت بها لأن اقتنيت آلة الجيتار وعمري 6 سنين. واو ما شاء الله. وعزفنا بها العائلة كلها. بعد ما صرت 11 ل 12 سنة درست في معهد دراسات مغنية في العراق. ودرست مجمل الآلات، العود والقانون مشتقاتها وطريقة عزفها، بس أنا ظليت بالجيتار والبيانو. لأنه يعني لو كنت تعزف كل الآلات أكيد راح تكون من أحسن المايسترو اللي يكونوا موجودين على الساحة الفنية. بالضبط. أنت عارف المايسترو لازم يكون هو اللي يعزف جميع الآلات ويكون عنده، يكون متمكن ومحترف فيهم الكل. وأنت قادر على هذا، ما شنو يعني زي شوية بخل منك؟ لا بالعكس، يعني اذا اتاحتنا فرصه نعزف اي اله على المسرح نسويها ان شاء الله. ان شاء الله. لاحظت حاجه كانت مفاجاه، اكيد هو جمهورك كبير هون في امريكا وهذا ما فيش حتى شك، فهذا يرجع لخدمتك الجديه يعني شغلك الجدي والفن الراقي اللي قاعد تقدم فيه. والمعجبين تولوا يشوفوهم، مش كانوا يشوفوهم مع بث في الراديو او يشوفوهم في التي في، بيشوفوهم على الفيسبوك. وعطيت مفاجاه حلوه لجمهورك هالاسبوع على الفيسبوك، صورتك مع كاظم الساهر. دون ولا تعليق ولا تفسير، شو قصه الصوره مع كاظم الساهر على الفيسبوك تبعك؟ والله الاستاذ الفنان الكبير كاظم اول شيء صديقي من زمان، وصار عندي بريك وصار عنده بريك والتقينا بالمغرب. وهي هي والصوره، كل واحد يطلع في الصوره يقول شو القصه، سووا حفله لا ما سووا حفله، سووا دوتو ما سووا دوتو. هو اكيد اي شيء يطلع من الفنان الكبير كاظم يعني هذا شيء جدا افتخر به، وما اقدر اعلن على اي شيء لحد الان. ان شاء الله المستقبل قريب يصير عن شيء ان شاء الله تكون الاسبقيه والاولويه للام بي تي في. طبعا والمشاهدين يعيشك. يعيشك. باش قولك نسمع حاجة على كيفك؟ العفو؟ نسمع أغنية على ذوقك يعني. نسمع أغنية على ذوقك. يعني كنت في المغرب وما تعرفش على كيفك، مش مشكلة.
مثل ايش تحبين عراقي ولا عربي؟ لا راحتك انت راح تهديها جمهورك اللي تبع فينا توا على شاشه الام اي، يعني جمهور تبع فينا من كندا والمكسيك وامريكا وعلى النايل سات، يعني كثير الدول العربيه اخرين، انت راح تهدي لهم حاجه على ذوقك فيهم هما. يلا استاذ صلاح طير سعد اغنيه سعد. هي فيها في المطلع الأخير يقول دارنا أحلى المنازل بها صفقاتها الأهل، ما يعني بدارنا هو وطننا، هو أحلى وطن بصفقات وبفرحة. صحيح، وكل واحد بلاده عزيز عليه رغم من المحنة اللي يمر بها شعبنا. يعني إن شاء الله شدة وتزول. من ألحانك الأخير؟ ألحاني طبعا. كلماتك؟ كلمات سعد العبيدي. قدموا له تحية سعد العبيدي من العراق. سعد العبيدي يعيش هنا بديترويت ويانا. أوه. اي صار زمان صديق. يعني شوف النصيب، هي نشحت في العراق من يوم كنت في العراق وهو جاي عاش معك هوني؟ لا هو كان عايش هنا على طول. أوه. هي صدفة صارت، انا دخلت تي في اورينت اللي كان في السابق. كان يوم عيد، سعدي قال لي عيدوا الفرحة لنا ويا الاحباب جمعنا، ما تدخل علينا الا بالعيد يسلم علينا. قلت له اكتب اكتب. حلو. اكتب هاي أغنية. ايش قلت؟ قلت لا اكتب هاي أغنية وطلعت. كلام حلو والله. كلام حلو. وبعد هالاغنية، بعد هالاغنية الحلوة اللي نجحت وفتحت لك باب حظ كبير وصنعت لك جمهور واسع ما شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله على طول القدام. شو الاغاني اللي انتجتها بعدها من الحان كلمات توزيع، مع من يتعامل مجد كك؟ طلعت شيء، وانا شغلتي ما طلعت شيء كثير بالنسبة لي خاص، لأنه مشغولين على طول بالحفلات. بس هذا مو مبرر، أعرف أنا مقصر مع جمهوري، أعتذر من أعماق قلبي. على فكرة ماجد كاكا شخصيته مميزة جدا جدا وخفيف الظل وإنسان ثانكيو إنسان حبوب. على فكرة قلت لهم الشباب أنا شلون راح أقف بصف هاي الإمرأة الجميلة يعني. شكرا
على هالمجامله الحلوه. نحب نسال ماجد كاكا على مدرسته الموسيقيه والعمالقه اللي متاثر بهم ويسمع لهم. انا سمعت كل شيء في الوطن العربي تقريبا. نبدا من العراق ونمشي واحده واحده. من صغري غنيت اغاني عبد الحليم. لان في فترتها كانت اغاني شبابيه. كان في تعمل جيتار او انت وقتها كنت تلعب جيتار؟ بالضبط، كان فيها الجيتار والتحديث والاورج والشغلات. فعجبناها شويه، صار عندنا ميول لها. بس لا ننسى العملاق الكبير محمد عبد الوهاب، هذا يعني اعتبره خارق، يعني عابر زمانه عابر عصره. هي كان سابقا اسمع له دائما. طبعا الست ام كلثوم هي مدرسه، يعني مدرسه خاصه وكبيره. يعني ماجد كاكا يكون بينه وبين حاله. شو تختار تغني لعبد الوهاب او لام كلثوم؟ شباب حافظين شي لعبد الوهاب؟ حتى ممكن وحدك يعني على طريقة الاكافيلا تغني بلا عزف اللي ترتاح له. خلينا نشيل الجيتار. في جيتار. هذا شو نسوي له؟ زين معكم بريك شي طلعون كمرشل شي؟ لا عادي، الجمهور متعود على اللايف اللايف وجمال اللايف التلقائية. واحنا مستعدين طبعا نجاوب على اسئلتكم. انا وست صفاء اي شيء عندكم طولوا. مسافر هاته الخيال والسحر والعطر والجمال، ظمآن والعفو في يدي، والحب والفن والجمال. شاكين يا ما نسيتيني يعني. خليك على راحة. ظمآن والكأس في يدي، والحب والفن والجمال. الله عليك. ممكن نجاوبك بحاجه لعبد الوهاب بمقطع؟ مثلا لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي، لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري، وانا ليا حق معاه خاص، وكفايه قريب الشغل على قلب خالي خالي، كفايه قلب الشغل على قلب خالي أمل، وعايزني أرجع تاني لو أنا أرجع على تاني لو لا لا لا. شكرا. فيش واحد ما يسمعش لعبد الوهاب أو لأم كلثوم وما تتحركش فيها. عمالقة كبار، عمالقة كبار. يا ريت لو تحكينا على العمالقة العراقيين اللي متأثر بهم. هلا السيد محمد القبنشي، السيد ناظم الغزالي الله يرحمهم. يرحمهم. طبعا كثير عندنا في العراق. كواكب. عندنا يعني، بس لماذا تميزوا هؤلاء الاثنان يعني؟ لأنهم أصبحوا مدرسة. يعني أتذكر أنا قرأت فد شيء لست أم كلثوم بعض اللقاءات اللي حدثت عندما زارت بغداد بالثلاثينات ونهاية العشرينات. ذكرت السيد محمد القبنشي وكأنما هو كارثة يعني في الغناء والإداء، لأنه مدرسة وعملاق وخلف تاريخ. يعني أكيد رح يشهدوا له يعني العمالقة، وهم نفسهم يشهدوا للعمالقة، والتاريخ هو اللي يثبت يعني
حجم وكبر العمالقة هذوما كيف احنا نقولوا مثلا المقام العراقي ما فيش موسيقى ما يعرفش المقام العراقي بالضبط. يعني الفن القوي الصعيب العراقي وسمعتك قبيلة شوية في البراكت تغني شوية يا ريت نسمع شوية شباب السيد القبانشي عدو هاي مايكروفون ورا الو جل علي يا الرمان نور فزالي هذا الكرم ما ريدا ما شاء الله اكيد كل مطرب يغني لبلاده كما احنا كنا نشوفوا توا هذايا من اصعب الاغاني العربيه اللي هو المقام العراقي نحب نعرف هل ماجد ككا منطلع على العمالقه في المغرب العربي اكيد الفن المغربي مميز لانه جامع الموسيقى الغربيه خاصه الاسبانيه مع الموسيقى العربية العصرية وأيضا الأمازيغ والبرابرة عندهم ما شاء الله تراث أنا بصراحة نزلت فقط أسبوع ونزلت على الراديو وشغلات بس ما سويت لقاء بس عرفت على الشباب هناك يعني شيء جننا يعني أخذت معي يمكن 7-8 سيديات وجبتهم يعني لكي يستطلع على هذا الفن الكبير أعمق وأعمق يعني صحيح هما مختلفين في القواعد مختلفين في المقامات في درجة الارتكاز هما تقريبا بالضبط يعني الموسيقى كلها نعتبرها احنا العالم يسمونا الموسيقى الشرقية يعني موسيقى ميدل ايسترن ميوزك صح ولا لا؟ صحيح في الموسيقى الشرقية عندها خصوصياتها مثلا بعض النغمات النهاوند عندنا يصير ماينر مثلا في اوروبا احتمال يسمى شيء اخر في منطقة ما حتى من الموازين تلقى نفس الميزان عنده اسم في العراق نواة وتلقى في مصر عنده اسم ثاني وفي المغرب اسم ثاني وفي تونس عندنا اسم آخر بالضبط مرات بالضبط. نفس الإيقاع حتى احنا وليبيا مثلا جيران نفس الإيقاع هم يسميوه اسم واحنا نسميوه اسم لكن هي نفس صحيح نفس التقسيمة شنو هو محضر يعني شنو هو قاعد يجهز ماجد ككا لجمهوره محضر يعني أنا اليوم ولا مستقبلاً؟ مستقبل قريب كملت أغنية اسمها الحمد لله اسمها الحمد لله؟ لا اسمها اسمها إلى متى؟ إلى متى؟ كلمات وألحان توزيع ما أقدر أقول لك هاي سر هذا سر مفاجأة ما قلت لك مفاجأة بداية اللقاء أوكي مغير أنت أول برنامج راح تحصلين على النسخة واحد إن شاء الله شكرا لو يغني ماجد ككا للوطن ماذا يغني؟ غني لشعبي غني لأيام طفولتي
غني لأصدقائي، غني لأهلي، غني لتربتي، غني لبغداد الحبيبة لكوني ولدت في بغداد وطلعت آخر يوم خرجت منها لحد الآن ما راجع لبغداد، واشتاق لها اشتياق يعني اشتياق كبير. أنا عارف له هو السؤال شخصي يعني لماذا لم يعد إلى بغداد مشتكك؟ لو تحب تحتفل بالإجابة نروح اللي بعد مش مشكلة. أنا فنان التزمت دائما بحبي لوطني ومعاشري وأصدقائي، لقيت بها القيمة يعني إذا مو ظروف مهيئة مو شرط أنا غني لأي إنسان عراقي، عندنا 4.5 ملايين إلى 5 عراقيين يعني مدى تاجر وأزايد بيهم عن اللي موجودين في أرض الوطن طبعا كلهم من رجال أعمال أصحاب شهادات اللي مو بس شرط فنان. فأنا إذا سأليني كفنان أغني أغني أعبر هذا عن حبي لهذا الوطن، أعبر عنه بهذا الشيء الصغير والأغنية. وقدمنا شيء يعني قدمت أنا أغنية يا عراق. نسمعه يا عراق؟ اسم أغنية يا عراق. فينا نسمعه يا عراق؟ أقدر أقول لك شو اسمه؟ على راحتك. القصيدة مالتها. إلا سمعنا الشتمة هذا مع بعض. يا الرايح لديرتي هاك وخذ عيني هياك. الله. وديها يم جيرتي خليها أرجوك هناك. قلبي نايم على الشواطي جسمي عايش بالغرب. نام يا نوم العوافي وارتوي بماي الجرف مي الجرف. ماكو مثلك وطن دوم إلى أنا اشتاق على مر الزمن أبقى حبك يا عراق. الله وإحنا نبقى ونحب كل العرب وكل الدول العربية وإن شاء الله الأوضاع تتحسن وإن شاء الله شدة وتزول على جميع إن شاء الله في كل أوطاننا العربية يعود السلام والعالم تعيش مع بعضها وحتي حتي هذا البوردر يتزاول يعني حتى الحدود تتزاول يبقى وطن واحد. يا ريت ان شاء الله ان شاء الله. هي الحكايه بدات بالانترنت وبالفيسبوك الشبكه العنكبوتيه اللي فتحت العالم كله على بعض وزعزعت رؤساء من على كراسيهم وظهرت كثير من الحقائق. صحيح. وكيف كيف الفيسبوك ظهر كثير فنانين كانوا مش ماخذين حقهم قبل، يعني ما كانوا واخذين حقهم قبل، يعني تظلموا لاسباب سياسيه او غير، لانه بتعرف علاقات الفنان بتكون بتكون عديده، تكون فيها مرات علاقات سياسيه وغيره بتكون تعرقل الفنان. فالفيسبوك يعني الفيسبوك فتح كل الحواجز وصارت اداه ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. بالضبط. يعني فيها تشهر فنان وفيها تحارب فنان. صح. والحرب ضد الفنان جايزة، ضد فنان مهما كان موسيقي، مطرب، عازف، رسام، مذيع، فنان. كيف نجي ونشوفه كيف يتعامل ماجد كاكا مع أعداء النجاح؟ لأنه كل إنسان ينجح، ما شاء الله أنت ناجح، وبعد شوي رح نسألك على سر نجاحك في أمريكا، هو موش ساهل. كيف يتعامل ماجد كاكا مع أعداء النجاح؟ يتعامل معهم بقرب. واو قوة. بقرب أكون قريب عنهم منهم لكي أريد أتعرف على مداهم بهذا المفهوم. ذكاء وقوة شخصية. بالضبط. حلو ليه فكرة حلوة. واحد يقرب للعدو مش عارف ايش يتصرف معه، ومو بالشرط أقرب على هذا الشخص وإنما أقرب على المواضيع وأتعلم منها لكي بعض الأحيان أتجاوز عن أنا مرات المنافسة بتكون هناك منافسة شريفة ويريد الساحة الفنية تكون كلها منافسة شريفة، لكن بعض المرات تكون منافسة غير شريفة وهم اللي يكون وراهم الأعداء اللي هم يتولدوا أول ما يتولد النجاح تبع الفنان ويكبر الفنان يكبر العدو تبعه وتكبر الغيرة والحسد. أنا في مقولة من أنا صغير أمنت فيها وقرأتها في مجلات عربية بعض المجلات العربية من كنت صغير، بأنه اللي كان يشتغل مدير أعمال عبد الوهاب محمد عبد الوهاب قال له الجورنالات دي يكتبوا عليك بسوء، قال له أي الجورنالات؟ قال له هاي وهاي وهاي، تفضل اقرأهم. قال له خليهم هناك، خلاهم على الأرض ما قرأهم. إجا ثاني يوم جورنالات أخرى بيكتبوا، قال لهم خليهم على اليوم اللي بارحة. إجا يوم صارت الجرائد وصلت للسقف، قال له وقفت للسقف يعني، قال له ليش استاذ ليش يعني المادة تقراها؟
قال لها شوف كل ما يعلون انا على اثر. حلوة هي. وفي عند فنان مشهور اخر كيف كيف نفس القصة صارت لعبد الحليم لما نجح وبدت اعداد نجاح بالضبط، فقالوا له خلي الجرايد ودوس عليهم اطلع فوقهم. يعني بالضبط هاي الظاهر انا حسب ما تعلمت يعني عبر مسيرتي الفنية بانه هاي غريزة البشر مو بس بالعرب، موجودة في امريكا. ما شفتي هذا الراب الراب سينجر انقتل وسببه كان الراب سينجر اخر، شوفي وكثار فنانين يموتوا في اوروبا في العالم كله. صح ولا لا شباب؟ تحكوا شو ما تحكوا؟ جبتوا مايكروفون لقاء مباشر على الهواء. لو ماجد كاكا عنده اولاد ويحبوا يتبعوا الميدان الفني، يعني نقولوا اولادك يريدون ان يصبحون فنانين فنانين عازف او مغني، انت تعرف يعني بتعرف جيدا انه المجال الفني كله اشواك. وواحد احنا نعرف واحد ابنه كم يكون عزيز عنده يعني. بالضبط. هل تنصح ابنك انه يدخل في الميدان الفني او تنصحه انه يبتعد عن الميدان الفني؟ اذا يعجبه يدخل في الميدان الفني انا اعطي نصائح، نصائح كثيره راح تكون وراها يعني. بالضبط. اذا ما يقدر يكمل المسيره بهذه النصائح ما اريده يبدي للتالي من الاول، خليه يبدي احسن في مصاعب، يعني هذا مو طريق سهل، مصاعب كثيره، مصاعب كثيره. صحيح. ايه طبعا خصوصا احنا الفنانين نعرف شو يصير في الكواليس، شو يصير ورا ورا الكواليس. على فكره ما احب اقاطع، يعني تعرفين انت ست صفاء انت عايشه هنا في المهجر، عندنا الاف المؤلفه من الشباب اللي كلهم والدانين بامريكا. صحيح. هذا اللي يسمع الكذا، هذا اللي يسمع كذا، لازم نتقرب عليهم حتى لا ينسون اصلهم وينسون فنهم. صحيح. فالمهمه صعبه طبعا. صح. نشكرك على هالراي الحلو، يا ريت نستقبل من بعضنا مكالمه هاتفيه. الو مساء الخير. يا هلا. اهلا وسهلا بوليد. تفضل حبيبي. هلا مرحبا فيك. اهلا وسهلا بك وليد، اهلا وسهلا. انت من وين؟ يعني على البرنامج الحلو وعلى الضيف الجيد. يا عيني. الله يخليك، الله يخليك. الاستاذ ماجد كيفك؟ والله ماشي الحال حبيبي، شلونك انت؟ والله الحمد لله. شو في اخر اغاني لك اخ ماجد؟ والله اخر اغاني قلت لك الى متى؟ راح تطلع ان شاء الله اقل من شهرين، هذا وعد نهائي يعني. ماكو اي تماطم. طيب ممكن ايدي على المقصلة. الحبيبي ممكن شو؟ يا ريت تعيد. ممكن سؤال اسالك؟ سؤال حابب اسال الاخ ماجد. تفضل حبيبي. تفضل اخ وليد تفضل. هل انت بتلحن اغانيك ولا بتستعين ببعض الملحنين؟ انا بالضبط الحن اغاني مالتي، ومرات تجي لي الحان من اصدقاء مقربين يعني ما اقدر يعني، واحب اكثر ان يشاركون معي الناس يعني، خاصه في الاستوديو من اغني يعجبني كثير فنانين موجودين حتى اخذ راي هذا وراي هذا وراي هذا حتى تطلع شيء اجمل. شكرا وليد على الاتصال. نستقبل بعضنا مكالمه من عصام من ميشيغان. الو مساء الخيرات عصام. مرحبا. اهلا وسهلا بيك. عم بتشاهد الحلقه وحدك عصام او مع العائله او مع الاصحاب؟ والله مع زوجتي. اهلا وسهلا، سلام كبير وتحية كبيرة لزوجتك منا لزوجتك اللي تبع معك في البرنامج. معك ماجد كاكا المطرب اللي حاسب نجاح كبير هون في امريكا، ومش نتمنى له كل التوفيق. حاب تطلب منه طلب تسمع حاجة بصوته او تسأله سؤال؟ والله انا احد المعجبين بالمغني الكبير ماجد كاكا. الله يخليك، الله يخليك عليه. ايه بانه هو اول ما عرفته باغنيه طير السعد، لكن اشوفه فتره يعني مثل ماكو يعني حسه مختفي، وبعدين يظهر باغنيه اغنيتين ويختفي، ما اعرف ليش ماكو تواصل، على علم انه يعني ما اعرف يمكن رايي، وهذا اعتقد راي الجمهور همينه بانه صوته صوت كبير ومغني يعني صدق مغني، مو مثل بقيه المغنيين اللي يجون يقول احنا مغنيين. صحيح. كبيره بس ما عنده تواصل، السبب شنو ما اعرف.
يبحث عن الجودة أكيد صح؟ الجودة أهم شيء، احتراما لاسمه واحتراما لجمهوره الكبير. أكيد فنان مثل ماجد كاكا يبحث عن الجودة صح؟ بالضبط. فرصة أيضا أستاذ عصام، فرصة مهمة جدا. يعني ما أقدر أنا أشوف شعبي ووطني في محنة وفي حرب وأنا أطلع أغنية لحب ولشيء ما يشبه شيء. تأيدني بها لو لا أستاذ عصام؟ بس هذا ما يخالف. أنا الحقيقة أيدك بها، بس يعني كل شيء لظروفه. كل شيء لظروفه صح. تعرف ماجد كاكا وينه؟ إن شاء الله راح أكون عند حسب ظنكم والله صدقني. إيدي على المقصلة إذا ما طلع شيء. هي أغنية فيديو كليب قبل بالضبط تطلع إلى من شهر إلى شهر ونص. لأن خلصت الأغنية بصراحة، الشباب قدامي شاهدين صح ولا لا؟ بس وفرنا طبعا من 4 أيام لكي نصورها. أنت ما يحتاج لك شهود حتى تشهد الفيديو. الله يخليك أستاذ عصام، الله يخليك. أتمنى لك التوفيق. شكرا حبيبي. طبعا نتمنى التوفيق للأخت المقدمة على وجودها ومعنا. شكرا 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 جزيلا. شكرا على الاتصال نواف شاشة الامي اي تي في. نستقبل بعض الاتصال موالي من عند آية من كندا. الو الو مرحبا. الو ايات، اهلا وسهلا بك. ايات يوحنا من وينزر كندا. اهلا وسهلا بك وبكل اهل كندا من وينزر. تسلمين تسلمين. البرنامج كلش حلو ونتابعه على طول، و نتمنى النجاح للأخ ماجد كاكا والفرقة ماله إن شاء الله، وشرمون وداني المبدعين وكل الفرقة إن شاء الله. وإحنا نسمع ماجد أخ عزيز من العراق، كنا نسمع السيدي ماله. الله يخليك الله يخليك. إن شاء الله يعني تقدم يكون ويعجبنا، يعني يطلع لنا فالسيدي يكون مثل ما يقول قنبلة الموت إن شاء الله. أعوض كل هاي السنين أيام. ان شاء الله ان شاء الله. اعوض كل هالسنين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحب شيء؟ تحب تسمع شيء اغنيه شيء؟ حبيبي شو بتحب تسمع؟ صفاء ست صفاء لو اكيد ماجد كاكا. لو في عندك سؤال لي اغاني كلها توب مو قدامك. الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. لو في عندك سؤال مشاكس لماجد كاكا فرصتك. اتمنى لك الخير لك والخير يصيبك يا رب يرجع عائلتك كادر الام ام اي اي، وان شاء الله تقدم مستمر. شكرا حبيبي. شكرا استاذ اياد. شكرا جزيلا على الاتصال. نستقبل اتصال موالي من ابو رائد. ابو رائد من كندا، اهلا وسهلا بك ابو رائد. ماجد مرحبا، شو رايك؟ هلا حبيبي ابو رائد. تحياتي لكل الفرقه والكادر الاذاعي. نريد نغير اسمك من ماجد الى نجم. الله يخليك الله عليك ابو رائد. سلام الدب عمره ودائما شامخ وتقدم اكثر واكثر. قانق قانق بس انت الله يخليك. شكرا اي نجم منك ما قد موصف صفاله يعني. هو حيران لنا فاهم صفاء. لا لا مش مش نفهم شوية شوية. احنا ما بدنا نحكي فرنسي بدنا نحكي كلداني. هو طبعا طبعا. يا فوت على فرنسي تي فو. ثانك يو ثانك يو تحياتي. الله يخليك الله يخليك ابو رايد. بدك تسمع شيء بصوت ماجد؟ انقطع الخط. يا ريت تتصل بينا مرة ثانية، عجبتني المشاكسة بالكلداني. إذا تعرفين إيطالي نحكي مشاكس إيطالي أنا وأنت. في عنا مكالمة، نستقبل مكالمة من بعضنا. ألو ألو. أهلا رؤى، أهلا وسهلا بيك وكل أهل كندا. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. كيفك كيفك؟ فاين ثانك يو. مين بيتابع معك البرنامج رؤى؟ أنا والعائلة. سلامة كبير لكل العائلة اللي معك. أهلا بيك. منا ومن ماجد كاكا. سلام للعائلة. سلام سلام للعائلة يا بابا. أنا رؤى من وينزر بكندا. أهلا وسهلا. شلونك ماجد كاكا؟ الحمد لله الحمد لله. أنتم شلونكم؟ إن شاء الله مرتاحين. والله إحنا الأشواق أنا وايد فرحانة يعني إنه برنامجكم وكلش حلو وأنت نورت البرنامج يعني. أنت اللي منورة الله يخليك. وتحيات من عامر حكيم إلك. اهلا وسهلا، سلمي على عمر. الله يسلمك. واحنا يعني من احنا مرقوشيين يعني على راسي.
وكلش يعني عجبنا البرنامج ووجودك طبعا اكيد. الله يخليكم الله يخليكم. كلش عجبنا يعني. تبون تسمعون شيء؟ اي والله نتمنى نسمع اغنية يعني هاي اغنيتك ومستوياتك كلش حلوة. اوكي. 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 بس نسمع لك اياها. تحياتي للعائلة. تسلم ونشوفك بالخير دائما ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا على الاتصال. نستقبل مع بعضنا مكالمه مواليه. يوسف من كندا، مساء الخيرات يوسف. نعم هلو. اهلا وسهلا بك. منيح كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت وكيف الاهل؟ كلهم جميل ان شاء الله. يكون عاجبك البرنامج، ان شاء الله تكون مبسوط من النجم الكبير اللي معنا ماجد كاكا اليوم. اقدر احكي للاستاذ ماجد كاكا؟ تفضل حبيبي تفضل. هلا ماجد شلونك؟ هلا هلا اخوي شلونك؟ انا يوسف زلمه من وينزر كندا. اهلا وسهلا يوسف شلونك؟ زين انت شلونك؟ حبيبي شلونك؟ هلا يا غالي. انا من اشد المعجبين بيك وهواي احبك ماجد. حبيبي الله يخليك طول عمرك. يعني انا احبك هوايه ومشتاق اشوفك حفله ثانيه تجي يعني الوينزر تسوي لي حفله هنا. ان شاء الله يوم عرسك اذا ما متزوج. ايه قريبا اتزوج على عمودك بس اجيبك على عيوني حبيبي يوسف. يلا نحجزوا لك ماجد كاكا محفوظ اليوم. نفس اغنيه مالته تمنينا الغربه والان وسويت لي كومنت على الفيسبوك. ايه عشت ايه عشت انت بتعزف الاورجن. ايه صح صح ايه حبيبي يوسف. اتمنى بالكريم اكون عندي اغنيه وياك يعني اسوي اغنيه وياك. ان شاء الله ان شاء الله يوسف ان شاء الله. انت بعدك صغير وعندك عمر طويل قدامك ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق وشكرا على الاتصال. نستقبل من بعضنا اتصال موالي. ناتاليا من ميشيغان، مساء الخير ناتاليا. هاي هاو ار يو؟ I am good. What about you? Oh, fine. Thank you. معنا الفنان الكبير ماجد كاكا. Okay. تحب تسمع منه حاجة أو تسأله سؤال؟ لا، بس أريد أحكي وياه. تفضلي. تفضلي ناتاليا. هاي ماجد كيفك؟ هاي. كل زين شكرا. إحنا هواي يعني يعجبنا هذا البرنامج وخاصة أنت يعني صار عندي هواي ومشتاقين لك. ما شاء الله ما شاء الله صفصفة. أكيد نور هو اللي منور. الله يخليك منورة الله يخليك. ثانك يو. زين لما تحب تسمع نفس الأغنية ماجد؟ شو يعجبك ناتاليا؟ كيفك أنت؟ لأنه كل أغاني معك حلوة فيعني ما بتفرق. أوكي. أنا سمعت وحدة. أوكي يا هي. خليك على الخط أسمع لك إياها، شو عليك؟ أوكي ما يخالف. أوكي. ثانك يو. يا المسافر للقمر عدلي وياك القمر. ما صبرنا والدعاب هذا حبيبي ما صبرنا والدعاب يعطيك الف صحة يعيشك. حتى الجمهور والمشاهدين اللي تابعوا فينا اليوم
حلوين برشا وما شاء الله العدد كبير حتى صاير اكتظاظ في المكالمات الهاتفية. إن شاء الله كلهم إن شاء الله نحاولوا أن نوفقوا ونحكيوا مع الناس الكل، نحاولوا أن نستقبلوا كل المكالمات ونأسفوا للي ما نجموش ناخذوا المكالمات الكل، لأنه بصراحة عدد المكالمات كبير وهذا طبيعي بوجود نجم كبير منور الاستوديو كيما ماجد كاكا. سر معنا اتصال جديد. الو اهلا وسهلا. مرحبا معنا اتصال من كاليفورنيا صحيح؟ شكرا. سلمان من كاليفورنيا. نعم صحيح شكرا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي. منورين الشاشة طبعا. منور انت المنور الشاشة هلا بالاتصال الحلو تبعك. تسلمين. تفضل تحب تسأل ماجد كاكا سؤال او تطلب منه طرف؟ لا حبيت تسلم علينو. هو يسمع فيه. مرور الشاشة بالاسود. مو هذا موديل يعني. حبيبي شلونكم؟ حبيبي انت. هلا ماجد. هو منور في كل الالوان بصوته الجميل وبحضوره الطبيعي. طبعا لان يعني هو صار له كثير مطالع على التلفزيون، يعني احنا نحب نشوف عراقيين هواية خصوصا احنا في الغربه امريكا ان شاء الله، وخصوصا النوعية المتميزة مثل ماجد كاكا، لانه بصراحة في برنامجنا احنا نحرص ان ما يكون الضيوف اللي تكون موجودة هي من النوايا الراقية، من نوايا الفنانين المطربين الحقيقيين، وهذا احتراما لاسم القناة واحتراما لكم جمهورنا العزيز. وهذا صحيح وهذا صحيح. شكرا حبيبي. العفو ممكن تحكي معايا زوجتي؟ تحكي معايا معجب. تفضل تفضل. اهلا وسهلا بيها تنور. تفضلي. الو هلا ماجد. اهلا ديري ويت. هلا بشينا انا القشديسه والمنلوخ. ها ريش ريني ديري ويت تبسي ما شوق خا هي القش كلها مشواتها. شكرا. انا اخر اللي في الشاشه ويرخى اخر تليفوني جو مودستو. ما شاء الله مودستو. اقني من معجبين طبعا جوماز كاكا وهيثم يوسف. الله يخليك وعادة ان الشمخ دائما اغاني ديوخون وشمخ الظروف بطن بغازخلهم ان شاء الله على طول ان شاء الله عجبالي في امريكا ان شاء الله. يعني ان شاء الله تعجبكم امريكا. صار لهم سنه وشهرين. أنا شفتي صبا برتستاني. أهلا وسهلا صبا. سلامي للعائلة ما شاء الله دا أسمع صوت أطفال. ألو انقطع الخط للأسف. إن شاء الله تتصل بنا مرة ثانية. ما بدي يشوفونا. تحياتنا. تحياتنا مرة ثانية. حلوة اللغة الكلدانية. أيوة. جميلة. اول ما جيت هوني على امريكا سمعت اغاني كلدانيه عجبتني كثير. وتعلمت بعض الاغاني عشقا في اللغه الحلوه. لا اليوم لازم نسمع. لازم نسمع. كنت في اغنيه كلدانيه لانه لازم نكونوا يعني ناخذوا بخاطر الجمهور ويسمعهم ماجد كاكا حاجه كلدانيه، يعني كلداني غني كلداني اكيد حاجه حلوه برشا. سوينا وخذ يتبع الخاشه. الفا انا هاونت. شوية أسرع. ماي تلفون حبيبي. برقدت أنا الخاشة وصلنا حلت بي طاشة مشتاج للخماسة وتعشق شالش خاشة ليكم دار ليكم دار وليكم دار شاشة ليكم دار ليكم دار وقمت حشاشة لشاشة. Thank you.
الميكروفون؟ ايه طبعا طبعا. عرفت كان الجيتار يعني. اي طبقة يعجبك؟ راح تسمع. تسمعني نامو؟ ايه مو بس اللكنه الصوتيه اللي تغنين بيها اللحن وانما عندك حتى الروحيه بيها. اوه ثانك يو هذه سيده بالضبط يعني تلفظين احسن من دول ثلاثه. لا لا والله نحاول شويه شويه. عجبوني كثير اغاني كلدانيه واثوريه. أما هو بصراحه الامتداد هو نفس الشيء نفس المنطقه. كلنا بدنا نعرف يعني حضاره وادي الرافدين والحضارة السومرية والآشورية والأكادية والبابلية والكلدانية و ما شاء الله أم الحضارات. فاحنا نقلنا نفس اللغة يعني وبعدنا محافظين عليها والحمد لله ما شاء الله. وهذه الجمالية أنه الإنسان يتشبث ويتمسك أصله بلغته بعاداته بتقاليده. بالمناسبة نستقبلوا مع بعضنا مكالمة من أخت عراقية ضمياء من كاليفورنيا. ليلى اهلا وسهلا بك حبيبتي صديقة البرنامج. حبيبي صفا كيف روحك؟ الحمد لله حبيبتي. شلونك انت حياتك؟ يا عمري انت حياتي وصلت حبيب بلا شلونك انت بعد؟ الحمد لله ربي يخليك. معنا ماجد كاكا المطرب اللي حقق نجاح بصراحة ساحق الساحة الفنية هون ما شاء الله عليه. يغني جميع اللغات جميع اللهجات. يعني بصراحة ضيف مثله مش راح يكون موجود كل مرة خصوصا انه عنده كثير ارتباطات من تسجيلات ومن حفلات. تحبش تسأله سؤال او تطلب منه طلب تسمع حاجة بصوته؟ يا موسى انا بدي اقول على هذه وطالعة معنا وياها في حبيبتي. ايه حبيبي يا عرفة شلونك حبيبي بواجد؟ اهلا وسهلا ضمياء مو؟ ضمياء اهلا وسهلا. ايه حبيبي ايه شلونك عمري؟ هلا عمري شلونك انت؟ الله يطول عمرك حبيبي. منين من كاليفورنيا؟ في كاليفورنيا اليوم. ها؟ منين انت من كاليفورنيا؟ انا من سان دييغو. اهلا وسهلا. سان دييغو دائما نشوفها ونسلم عليكم واحد واحد. أموت عاشق كل أهالي سان دييغو تسلم عليك حبيبي. الله يخليكم ويخلي كل أراقي بالعالم مو بس سان دييغو يا ربي. أوه حبيبي أوه يا عمري اليوم أنا كيف ماجد اليوم. أوه طيب أختي هاي عيونك الحلوة. حبيبي تسلم عمري تسلم عليك. أنا صفاء اليوم بالأغنية التجارية تخاف فوق بداعة. أي طبعا أنا منا وهذه راح أطلع صفاء وياها على المسرح.
تعال بعد ما يعلمني كيف كيف تقولين الحفله الجايه نجيب سان دييغو اجيب وياه يا صفا. صفا مفاجاه للجمهور. ثانك يو لكن حبيبي تغني على ذوقك عمري عيوني اي شيء عندك تقولي لي على ذوقك على ذوقي على ذوقي يلا على الدفه حاني يا يلا انت الله يطول عمرك بتمنى الله يطول عمرك حبيبي الله يخليك وهذا البرنامج الحلو انت احلى حبيبي دائما صحه وعافيه وخير بالدنيا اوكي نسمعك الله يخليك خير سيدك. ثانك يو حبيبتي وهلا رح تسمع الاغنيه اللي طلبتها من ماجد كاكا. ايوه هي عيوني. اللي طلبتها هي. ما مكي اي اغنيه كانت؟ ها سوي على الفار. سوي على الاورج. الليل اشتاق لعيوني. جربي ما حد يحسه أبوك الأرض نسيني أموت ولا تظن نسيني مليت الغربة والنار أراك شلون ننسى مليت الغربة والنار تونس شلون ننسى على هذاك انت قاعد تدقق في اختيار اغانيك دقق في اختيار الكلمات والالحان لانه مسؤوليه بعد النجاح اللي نجحته واحد يفكر انه يطلع لقدام يطلع اعلى مش يعمل اغنيه مرات الاغنيه ترجع الواحد لورا صحيح وهذاك كانوا يلوم عليك قبيله يعني من شويه كانوا يلوم عليك جمهورك اللي يحبك ويقول لك لماذا انت مقصر في الانتاج لكن هو مش سهل انه المطرب بعد ما يحس بالمسؤولية اللي حطها جمهوره على عاتقه يعني جمهور حط على كتافك مسؤولية حب واحترام بدرجة كبيرة هذا اللي يخلي عندك احساس بمسؤولية كبير ويخليك تكون حذر في انتقاء الكلمات ومش تقصير في الانتاج كما فهموا البعض بس هو مثل ما احنا نقوله انسان يكون حذر مش يقرأ حساب الخطوة اللي يجي من بعض بالضبط انا ايضا اكو شيء اخر اريد اتطرق عليه بانه الفنان دائما لازم يكون قريب الى جمهوره. قريب في الحفلات فقط not enough مو كافي. برنامج مثل هذا دا اسمع مكالمات الناس مداخلاتهم دا اسمع من عندك اقتراحاتك. يعني شيء محفز بصراحه. ما ممكن يعني بعد هذا اللقاء مثلا اطلع واخلي هاي الاشياء ورايا صحيح شيء مهم جدا ووعدكم والله مثل ما قلتكم ان شاء الله هاي السنه ان شاء الله تكون سنه الاغاني وال وال والمهرجانات والسيديات وراح تسمعون ان شاء الله قريبا كلش ان شاء الله تحب تختم الحلقه باغنيه او بحديث على الموسيقى لا خلص اللقاء قريب هسه بدينا بعد 3 مينت هو صحيح هو الاحساس عنا الكل نفس الاحساس انه الحلقه كانت تعدت بسرعه يعني
يعني ساعة في لمح ال لمح البكرة تعديت لبحضور فنان كيف كنت وشخصية متميزة. الساتذة المخرجين الصور طلعوا شوية أغاني إحنا أثناء دي نحكي مو طلعت المقاطع صحيح إيه فغناء كافي يعني غناء هواية مو هواية كلش زين كلش حلو. بس أريد أحيي هذه الزمرة والله بصراحة يعني ما بيكم أي شائبة كلكم ناس طيبين كلكم على بعضكم. من المخرج السيد هاني طبعا على رأسهم السيد والي جعدان ومؤسس هذا التلفزيون وسي او طبعا الست آية سليمان مديرة البرمجة ورامي وين رامي هاني حبيبي بسام طبعا انسي هناك على الكاميرا بسام مدير التصوير وهاني اشهر مذيع عنا في ميشيغان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. واكيد نشكرك على انا حبيت اشكرك انسه صفاء بانه اريد احكي لجمهوري بانه هذه الانسانه فنانه ولها صوت ومميزه ومن بلد شقيق بلد عربي يطل على البحر وهو ابيض المتوسط وهو تونس وتونس غني مو بس غني بالمياه والجبال والوديان الحلوة وإنما غنيهم بالفن أيضا. صحيح عندكم فن كل شيء كبير فن وفنانين كبار. المرحومة عليا من الفنانات الكبيرات صاحبت أغنية علي قرا وجويني وطبعا أيضا المرحوم هادي جويني. صحيح وأنا كنت أسمع لطفي أبو شناق عملاق تونسي صحيح هو الأغاني اللي في من الأغاني التونسية القديمة يعني للفنان الكبير الراحل هادي جويني ليمون اللي غاروا مني غنوها كثير أشقاء عرب ليمون اللي غاروا مني وعملوها كليبات ونجحت لكن ما ذكروش صاحب الأغنية الأصلية مع الأسف بس احنا ذكرناه طبعا وأحب أنا أسمعك تغنيها. أوكي نحب نشكرك كثير على قبول الدعوة ونشكر الفرقة نورتوا البرنامج ونشكر أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة وإن شاء الله إلى اللقاء نيكست ويك نشوفكم إن شاء الله في غني شوي. Thank you.